نتحول من القاهرة إلى الهند، حيث ظهرت حالة صحية نادرة في تشاجستار الهندية، حيث هناك فتاة صغيرة أصيبت بمرض نادر جدا جعل جلدها يبدو كما نشاهده في هذه الصورة كالحجر. راجيشواري البالغة من العمر 7 سنوات تعاني حالة غريبة تسببت في تحول جلدها إلى قطع أحجار لتعيش حياة قاسية بعدما غطت البثور ذراعيها وساقيها ومعظم ظهرها وجعلتها غير قادرة على السير أو حتى الجلوس. لقطات فيديو التي نشرتها مجلة ديلي ميل البريطانية أظهرت مدى المعاناة التي تعيشها الفتاة وكذلك مدى الغرابة التي ظهرت في هذا النوع النادر من الأمراض. معنا من بيروت اختصاصي الأمراض الجلدية دكتور إسماعيل معتوق. أهلا بك دكتور إسماعيل. يعني الظاهرة غريبة جدا بتحول الجلد إلى أحجار، بداية هل لك أن تشرح لنا علميا ما هي هذه الظاهرة؟ هو في نوع من الأمراض الجلدية اسمه إكتيوزيس، يلي بيخلي يعني بتكون الجلدة فقدت جينيا مادة الترطيب تبعها، وهيدي بتتحول حسب يعني هي سبيكتروم للمرض، في حسب قديش كان سيفير هذا المرض في يتحول ل يعمل قشره سميكه وتتحول بعدين هذه القشره كل ما تسمك لنوع من اللي بنسميه الحجر، بيرجع بيتشقق وبنوصل لاخر ستيج اللي هو بنسميه الرجل القنفذي اللي بيشبه القنفذ، يعني بيصيروا هول الاحجار مثل غلاف القنفذ مثل شوك، وهودي أشياء كنا نشوفهم تاريخيا، يعني في أشخاص كانوا يستعملوا بالسيرك أو بمطارح معينة لحتى يتفرجوا عليهم الناس، يعني هذا شيء كتير 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 نادر ما يكون موجود ولكنه موجود بالحقيقة. طيب تأثيره على النمو دكتور إسماعيل مع مراحل النمو كيف يتم التعامل معه من قبل المريض أو طبيا على الأقل؟ نعم، مثل ما عم تتفضل المشكل لما يصير الجلد هيك بيمنع النمو، يعني بيمنع حتى يقدر الشخص يتحرك بطبيعته، بيمنع مثلا المشي، بيمنع النمو او يعني الشخص يطول عند عمر البلوغ، والمشكل الكبير انه ما في له علاج نهائي او علاج حتى يساعد للنمو او لحتى يقوم الشخص بالحركات المطلوبه يعني يوميا. طيب هل هو مرض من الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات وقائية؟ لربما هل هناك بوادر لهذا المرض لكي تظهر ويتم اتخاذ إجراءات وقائية ضد تطوره مثلا؟ للأسف ما في إجراءات وقائية. نحن بنعرف أنه في احتمال، أول شيء احتمال المرض كتير قليلة ولكن بتكتر إذا كان الزوج والزوجة، يعني الوالد والوالدة هن بيقربوا بعض، يعني بيصير في احتمال أكبر لحدوث هيك أمراض أو تشوهات خلقية تانية، ولكن ما في أشياء وقائية نقدر نعطيها نحن للشخص، وحتى من كتير الصعب أنه نقدر نكتشف وجود هالحالة أثناء الحمل بالصور أو بالألترا ساوند اللي عنا إياه. دكتور إسماعيل يعني أتحدث عن أنه لا يوجد هناك طرق وقائية وأيضا لا يوجد طرق علاجية، ما البديل لهذا الشخص أو الإنسان الذي يتعرض لهذا المرض؟ يعني فعلا شيء حزين ولكن التعايش هو الطريقة الوحيدة. عادة بنستعمل كريمات مرطبة أو فيتامينز لحتى بس نطر الأساوي بالجلد لحتى ما توصل لمرحلة إنها تحجر مثل ما بنقول، بنستعمل كريمات مرطبة ولكن مرطبة كتير، ويعني بس ما في إذا بدك علاجات فعالة لليوم. في أبحاث كتير تقام على هذا المرض ولكن على طول نحن لما يكون عندنا أمراض نادرة بيكون الأبحاث اللي بنعمل عليها كمان نادرة للأسف. طيب دكتور إسماعيل، من الملاحظ أن الحالات النادرة المرضية النادرة تنتشر بأكثر ببلدان مثل الهند، هل هناك سبب يعود إليه ذلك؟ لا، بالحقيقة هو مش موجود أكثر شيء بالهند، هو موجود بكل المطارح أو الأماكن يلي بيصير فيها زواج من أشخاص بيقربوا بعض. هلأ كنت عم بقرأ شوي
عن هذا المكان يلي فيه هذه البنت يلي مصابه بهالمرض. للحقيقه هن اذا بدك قبائل، فالمفروض يكونوا الزيجات اذا بدك بيقربوا بعضهم، او يعني في استعداد جيني لحدوث هيك امراض. للاسف اكثر شيء هول الزيجات بنشوفهم بالقبائل عند الاشخاص اذا بدنا نقول مش متوسطين، قليلي الدخل الى يعني افقر من هيك، عند يعني للاسف هول بسبب غياب التوعيه بنشوف هالنوع من الزيجات اكثر بهالمجتمعات اللي ذكرتها. يعني العامل الرئيسي دكتور اسماعيل في ظهور الامراض النادره، هل هو بالاساس يرتبط بزواج الاقارب ام ان هناك طفرات جينيه تحدث مع مراحل تطور او نمو الانسان؟ هناك طفرات طبعا تحدث عند يعني اوقات ما بتكون موجوده قبل، ولكن عندما بيكون في زواج مهلا ما بنعرف اذا والد او والدتها للبنت اللي حكينا عنها بيقربوا بعض او لا، ولكن باغلب الاوقات الامراض الجينيه بتؤدي الى تشوهات خلقيه مزمنه، وهيدي وحده منهم لهول التشوهات ولكن موجوده بالجلد، بنشوفهم اكثر بالزواج الاقارب، ولكن اكيد في يكون ما بيقربوا بعض وحصل ميوتيشن بنسميها يعني. نعم، اشكرك جزيل الشكر من بيروت اختصاصي الامراض الجلديه دكتور اسماعيل معتوق. شكرا.